فرسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين يقول لدي تموينات غذائية، وقد قال لي بعض الناس يجب عليك إخراج الزكاة، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة وكيفية ذلك وما مقدارها؟ والله يحفظكم. وهذا المستمع رمز زيد اسمه بالحروف فسين ف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه التموينات الغذائية كما يسميها السائل إن كان قصده منها أنه أعدها للاستهلاك والنفقة في بيته ولمن يلزمه مؤونتهم أو للتصدق بها على المحتاجين، فإنها لا زكاة فيها لأنها لم تعد للتجارة وإنما أعدت للاستهلاك. أما إذا كانت هذه التموينات معروضة للبيع ويقصد بها طلب الربح فإنها عروض تجارة، إذا تم الحول على قيمتها فإنها تقوم بما تساوي وقت تمام الحول على قيمتها، ثم يخرج من قيمتها المقدرة مقدار ربع العشر، لأنها حينئذ أصبحت أموالا زكوية. نعم.